أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج المستشار. في هذه الليلة ننتقل نحن وإياكم في رحاب القانون، فإلى أولى فقرات هذا البرنامج. فقرتنا اعرف حقك، نتحدث هذه الليلة عن في فقرة اعرف حقك عن فسخ النكاح. فالفسخ هو حكم القاضي يصدر للتفريق بين الزوجة وزوجها، ويختلف الفسخ عن الطلاق، إذ أن الطلاق بيد الزوج، لكن الفسخ بسبب ضرر ناشئ في العلاقة، مثل بعض العيوب التي يكون فيها ضرر على الزوج أو على الزوجة، فهو حق للرجل وللمرأة حال اكتشاف عيب يوجب فسخ النكاح. كذلك من أسباب الفسخ عدم استدامة العشرة لسوء الخلق أو لوجود الأمراض أيضا. أما إجرائيا فيتوجه الزوج أو الزوجة لمحكمة الأحوال الشخصية الموجودة في المنطقة، ويتقدم بطلب الفسخ، وهو نقض للعقد وحل للارتباط الزوجية كأن لم يكن، ويقوم بالفسخ القاضي بعدما يتأكد من موجباته وصحة الدعوى. سيطلب القاضي أسباب للفسخ، فلا بد أن تكون الأسباب واضحة وصريحة، مثل الزوج مثلا عقيم أو لم يخبر بذلك والعكس، أو اختلاف الدين، أو أن يكتشف الرجل أن زوجته قد تكون أخته من الرضاع، أو أن يظهر سوء الخلق أو الطباع التي تتجاوز الحد. كذلك ليس للرجل إذا طلبت المرأة الفسخ أن يطالب بالمهر، وليس للمرأة حق بالمهر إذا قامت بغش الزوج. ليس للرجل إعادة زوجته بالفسخ إلا بعقد جديد وبرضاها. من شروط الفسخ أن المرأة أو الرجل لا يكون لديه علم بهذا العيب المسبب للفسخ قبل بداية الزواج، أو ما يدل على الرضا بهذه العلاقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج المستشار. في هذه الليلة نتحدث عن أعمال التوثيق. ضيفي المحامي الأستاذ نايف المحارب، فأهلا وسهلا بك. مرحبا ومسهلا دكتور ماجد. حديثنا هذه الليلة عن أعمال التوثيق، هل رؤية وطموح؟ هل احتجت يوما إلى كتابة العدل بعد انتهاء الدوام الرسمي؟ هل التوثيق يقوم مقام كاتب العقد؟ ماذا سيضيف هذا النظام للناس والتجارة؟ قبل أن نبدأ ننتقل إلى تقرير. تعتبر خدمة الموثق من أبرز الخدمات الخاصة بوزارة العدل، والتي أسندتها الوزارة للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات التوثيق على المستفيدين، وأيضا من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات والشركات في هذه المرحلة إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات في أي وقت، سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة. كل ما على المستفيد فقط هو التفضل بزيارة بوابة الموثق الإلكترونية والاستعلام عن الموثقين المرخصين في منطقته، ومن ثم التواصل مع أقرب موثق له للاستفادة من الخدمة. بموجب قرار وزير العدل رقم 66954 وتاريخ 10/7/1435 من لائحة الموثقين وأعمالهم، والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يمنح الموثق رخصة التوثيق بعد انطباق شروط خدمة الموثق عليه واجتيازه للمقابلة الشخصية. ومن أبرز هذه الشروط هي أن يكون سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية، أو سبق له العمل في القضاء أو كتابة العدل أو المحاماة، إلى آخره من الشروط.
تستهدف وزارة العدل من خدمة الموثق إلى تسهيل خدمة التوثيق على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، وذلك حفاظاً على وقتهم وتوفير الجهد وإنجاز أعمالهم، وعبر تمكينهم من التوثيق في أي وقت سواء أثناء الدوام الرسمي لكتابة العدل أو خارجه. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج المستشار. حديثنا هذه الليلة عن أعمال التوثيق. عودة الترحيب فيك سعادة المحامي الأستاذ والموثق الأستاذ نايف محارب، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. سيدي الكريم، التوثيق الناس تبي تدري أولا إيش هو أصلا التوثيق، اللي ممكن يعني الوزارة والناس مهتمة فيه، ممكن نعرف المشاهدين عن ما هو التوثيق أصلاً؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد أشكر لهذه القناة المباركة وأثني بالشكر لشخصك الكريم دكتور ماجد على هذا البرنامج النوعي والقانوني ونشر الوعي القانوني الذي حقيقة يمس كثير من حاجات الناس والمشاهدين الكرام، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. كما تفضلت دكتور ماجد والتقرير المبارك، حقيقة إذا كنا نتحدث عن التوثيق إجمالا وأهميته أو تعريفه أو ماهيته والمقصود منه، فهو حقيقة أمر كبير جدا ويطول المقام في شرحه، ولكن نبسط العبارة ونختصرها ونقول أن التوثيق هي عملية شرعية ونظامية تقوم على حفظ حق كل من الطرفين الراغبين بتوثيق عمل ما، وليكن مثلا إفراغ عقار أو وكالة ونحو ذلك، أو عقود تأسيس الشركات أو الإقرارات المالية إجمالا. فالعملية هذه عملية توثيق، أي معنى تحفظ وتوثق الحق الذي هو موجود في هذه الوثيقة، ولتكن صك شرعي مثلا إذا صدرت من الجهة المختصة ولائيا ككتابات العدل والمحاكم، أو ورقة عرفية. هذا إجمالا إذا كنا نتحدث عن التوثيق وماهيته. وهذا المصطلح ليس بجديد حقيقة، وإنما هو موجود برسمه أو بمعناه في الشريعة وفي كذلك الأنظمة، وقد جاءت الشريعة في أطول آية في كتاب الله على الكتابة، وهي نوع من أنواع التوثيق وطريق من طرق الإثبات، وكذلك في آية الدين فاكتبوه. آية الدين، نعم، أطول آية في كتاب الله عز وجل في أطول سورة، مطلعها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا كأني أفهم أستاذ نايف، نعم، أنه عملية التوثيق هي عبارة عن ورقة لتكون مرجع وحفظا للحقوق بين الأطراف. صحيح. اللهم أنها تكون بطريقة نظامية، نعم، معتبرة. نعم، إذا كنا نتحدث ونتكلم عن لائحة أعمال الموثقين كما هو اللقاء، فإننا نتحدث عن أمر إجرائي رسمي نظامي يصدر وفق نماذج محددة لصاحب ولاية، وهذه طبعا مسألة شرعية، ولاية شرعية مستمدة من ولايات القضاء، وإن كان ثمة أمور أخرى نأتي عليها تباعا إن شاء الله في ثنايا الحلقة. طيب، هذا من أهمية التوثيق وممكن أو تعريفه. طيب الأهمية، وش اللي يخلي الناس الآن تقول طيب أنا أكتب ورقة بالبيت وخلصنا، أو أكتب أو بيني وبين الإنسان هذا جماله وصداقه وخلاص، وش اللي يخلي، ليش نقول الناس لا خليكم على التوثيق ترى وزين لكم؟ ممتاز. ابتداء لابد أن نذكر بمقولة مشهورة، أن التوثيق لا ينافي الثقة. تمام. التوثيق لا ينافي الثقة. يا جماعة الخير اعذرون، يتبسط في العبارة للإخوة المشاهدين الكرام خلف الشاشات، أن إذا أنا أبرمت وثيقة أو عقد مع طرف آخر في أي كان موضوعها، ليس معناته ذلك أنني أشكك في ثقته وأمانته أو نزاهته أو أنه بوادر خيانة إلى آخره، وإنما المراد من ذلك هو حفظ الحقوق وإثباتها على الوجه الذي اتفق عليه الطرفان في هذه الوثيقة، وقد يصار إليها عند الحاجة، إما لوفاة أحد الطرفين
وهذا أمر خارج عن إرادة الإنسان، قد يسبقه الأجل أو يسبق صاحبه، فيقع الإنسان في رحمة الورثة بعد رحمة الله عز وجل، وبين مثبت للحق وبين ناسيا للحق وبين جاحد له. فمسألة إثبات الشريعة، إثبات الحقوق وتوثيقها في الشريعة أمر مهم جدا. وجاءت الشريعة الإسلامية كما لا يخفى على الشريف علمكم في غير ما موضع من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على حفظ الحقوق وصيانتها من أيدي العابثين، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الضروريات الخمس، وجعل حفظ المال في مصاف الدين والنفس والعرض والعقل، وهذه أمور كلها معتبرة شرعا في ديانتنا الإسلامية وفي كذلك الشرائع السماوية الأخرى، من نشر العدل والسلم الاجتماعي، الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع، ينتج عنه سعادة المجتمع، ينتج عنه الطمأنينة في المجتمع. نوقف تدفقات القضايا في ردهات المحاكم، ولا يخفى على شريف علمك دكتور ماجد، المحاكم تعج بالقضايا الآن. صحيح. وفي كل اختصاص كلها لأنه ما وثقوا أو نسيت. نعم. أو كنت أتوقع. نعم. أو ترى والله ما أذكر. نعم. كل هذا ينتهي. نعم. بهذه الكتابة. نعم صحيح، تنتهي بالكتابة إذا كانت الكتابة عرفية عادية، أما إن كانت وفق نماذج محددة لدى وزارة العدل مشكورة في مثل هذه اللائحة وأعمال الموثقين، فإنه يتحول مباشرة إلى سند تنفيذي، كأن بيده صك، كأن رايح للمحكمة وآخذ. نعم. صك، وصك مكتسب القطعية، ينتج عن آثار ذلك أنه يتوجه مباشرة إلى قضاء التنفيذ، ينفذ ما حوى هذا النموذج أو هذا الإقرار أو هذا الصك أيا يكن محتواه، مباشرة إلى قاضي التنفيذ، قاضي التنفيذ يجري بحكم المهام والاختصاصات المناطة به وينفذه. خلنا نطبقها تطبيق. الله يسعدك. طبعا. يا محامي نايف. طبعا. الآن أنا سلفت 10,000 ريال. نعم. زين، وقلت له اكتب لي ورقة، فكتب لي ورقة زين لكنها ورقة عرفية، يعني شاهد عليها اثنين. نعم. لما أجي أطالب وأنا لازم أروح المحكمة العامة الحقوقية وأنتظر المواعيد. نعم. والمواعيد قريبة أحيانا وأحيانا بعيدة، وهذا الأكثر، وهكذا حتى أني يحكم له يحكم لي القاضي ابتدائي، ابتداء استئناف، ثم استئناف، ثم يكتسب الحكم القطعية بعد ممكن سنتين أو ثلاث غالبا. آه. متوسط. هذا متوسط. هذا المتوسط. هذا طيب، لو جيت عندكم. نعم. كموثقين. نعم. زين، وكتبت لي الورقة هذه وقلنا انه الشهر الجاي بيسدد لي، ما سدد لي. نعم. وانا اروح مباشرة التنفيذ، القاضي التنفيذ بموجب هذا المسدد، ولكن لابد ان نشير اشارة ان هذه الخدمة لم تفعل الان، وان كانت موجودة في الصلاحيات والتي فعلت من سار على الدرب وصل إن شاء الله بإذن الله. لا نستبشر خير كثير بإذن الله في وزارة العدل العامرة، وهذا الجهد حقيقة يشكر وقبله يذكر فيشكر، وحقيقة إنه يعني مفيد للمستفيد أولا اللي هو طالب الخدمة، ومفيد كذلك للموثق، ومفيد للوزارة، ومفيد حتى في جزئية مهمة دكتور ماجد أذنت لي، وهي على تنعكس على استثمار البلد وجلب الاقتصاد في البلد إلى آخره في الرؤية الطموحة 2030. كذلك إذا وجد الإنسان أن ثمة أنظمة متينة تحفظ الحقوق وتثبتها وتسرع في العدالة الناجزة، وهذا أمر مهم حقيقة، لأن كثير من الأشخاص لديه حق ثابت بين يديه، ولكن ثابت لديه الآن، ولكن حتى يثبت قضاء يستغرق من الوقت والجهد والزمن، وحتى يكلف على الدولة. نعم. ويكلف جهد، يعني أنت آخر. الآن أنا لما بروح الآن بالعشر آلاف هذه المحامي بيأخذ مني مبلغ وقدره، أتعب محاماة. صحيح. وبطاول الإنسان هذا متى بيحضر متى بيحضر، لكن لما يكون عندي مستند نظامي معترف فيه خلال 5 أيام. نعم. إجراءات التنفيذ، إجراءات التنفيذ 21 يوم إيقاف خدمات، وهكذا أنا أصير أخذ حقي. فالمسألة مسألة يعني نقلة، أنا أعتقد أنها نقلة نوعية. نعم. يعني ستكون لها صدى كبير. طيب، هذه خليني أسأل، يعني هل ورقة هذه اللي تصدر من الموثق، بما أنك أنت أحد الموثقين. نعم. الموجودين في المملكة وفي الرياض. نعم. يعني الأوراق اللي عندكم إيش آلية العمل عشان تطلعوا لي مثل الورقة هذه المعتمدة أو النموذج الرسمي؟ طيب، أنا أثني حقيقة وأشكر وزارة العدل على هذا البرنامج وهذا المشروع الجبار حقيقة،
وهو من 1435 اللائحة وما تبعه، كذلك من إجراءات في وزارة العدل مشكورة إلى أن دشنها معالي الوزير وفقه الله قبل نحو 3 أسابيع أو شهر. يعني استمر العمل عليها أكثر من 3 سنوات. نعم، اللائحة واستقبال الطلبات ولجان المقابلات، وهذا نصت عليها اللائحة في 15 مادة منصوص عليها. حقيقة برنامج طموح ويسهل كثيرا على المستفيدين، سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، سواء كذلك على المستفيدين في حضورهم لدى الموثق أو الموثق يحضر لديه لمكانه. كذلك في أمر مهم، وهو أن مثل هذه إشراك القطاع الخاص، وهذا ما نص عليه نظام القضاء أنه بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما تم عليه التراتيب القضائية والإدارية. على كل حال، مثل ما تفضلت، الإجراء المتبع أنه يحضر مثلا الموثق لدى المستفيد، أو المستفيد يحضر لدى الموثق يعني في مكتبه. تمام، يعني أنا أفهم الآن أنه مو بتقعد في المكتب هم يجونك، ممكن أنت تروح لهم. كذلك، نعم، لا بأس، ممكن تقدم الخدمة، وهذه الخدمة طبعا ميزة تقدم للشخص كذلك خارج وقت الدوام الرسمي. يعني الآن كتابات العدل التي تقوم بالمهمة هذه، وهي مهمة جليلة وشريفة بلا شك، ومناط بهم كثير من الاختصاصات، جمعت حقيقة للموثق بالنظر إلى كتابة العدل الأولى واختصاصات فضيلة كاتب العدل الذي يعمل في الوظيفة هذه، نجد أنه يقوم على الإفراغات مثلا والرهونات إلى آخره. في كتابة العدل الثانية يقوم على الوكالات، إصدارها الإقرارات والأقارير، كذلك الكاتب العدل المكلف في وزارة التجارة بما يخص عقود تأسيس شركات. كل هذه مجتمعة وكلت إلى الموثق، إلى الموثق يقوم بالمهام هذه. خليني أسأل سؤال هنا، الناس تقول أروح لما الموثق ولا أروح الكاتب العدل، أيهما زين؟ هي طبعا ما ليست بسؤال أزين، ولكن النتيجة واحدة. النتيجة واحدة، هذا أزين. القانوني النظامي واحد، بأنها كلها سندات تعتبر لها قوة وحجية كاملة. ما يصدر عن الموثق كما نصت عليه اللوائح المنظمة والتعليمات تعادل الحجية المطلقة التي تصدر يعني من كتاب العدل والصفو، لا يتطرق لها إلا ما يتطرق للمستندات الرسمية. نعم، التي هي فيما يخص الطعن في سلامتها النظامية والشرعية، والطعن بالتزوير فقط. أما غير ذلك فهي لها الحجية المطلقة، يعني كأنه رايح الكاتب عدل وأخرج لهذا، لكنه أفضل، يعني أفضل أنه ممكن بعد الساعة 2 أي وقت خارج وقت الدوام الرسمي. طبعا الميزة التي لدى الموثقين إجمالا أنه ممكن يقدم الخدمة خارج وقت الدوام الرسمي، بعد العصر، بعد المغرب، يقدمها يوم الجمعة يوم السبت، طبعا برسوم. تمام، الرسوم هذه طبعا لها تنظيم خاص مع الشركة المشغلة، وإحدى الشركات القطاع الخاص مشغلة مع وزارة العدل في هذا المشروع، وتأخذ كذلك هي رسوم اشتراك. هل الرسوم هذه بالنسبة الموثقين معتمدة ولا كل تختلف؟ كلهم بحسبه طبعا، هذا يترك عرف بين الموثقين. عرض وطلب، مثل ما أنه موجود عند المحامين عرض وطلب في القضايا وأتعاب المحاماة، هي كذلك. ولكن هي غالبا الرسوم لا نستطيع أن نقول أنها مغرية وليست رمزية، ولكن بين وبين. لكن طبعا تختلف اللي يبغى الحاجة ولا عنده الوقت. نعم، أو مضطر لها، وخارج أو وقت الدوام الرسمي يبي أحد يجي يطلبه لمكانه، سواء لمنزله أو لمكتبه أو لشركته. نعم، هذه الخدمة ميزة. طبعا لا ننسى أن الموثق كذلك قد تكلف مكتب، اتخذ له مقرا، وتكلف موظفين، ثم إن الثقة التي منحت له من قبل وزارة العدل مشكورة بعد اجتياز المقابلات إلى آخره، بناء على جهد طوال سنوات، ويعني تراتيب علمية له وكذلك شخصية واجتياز مقابلات إلى آخره. فهذه الخدمة تقدم بالشراكة مع وزارة العدل، مع الشركة المشغلة. في الأخير منتج لدينا، منتج راقي جدا، منتج الجميع ينتظره بشوق للأمانة. أكيد لما أنا بستدين من أحد أو أدين أحد وبأدفع 1000 ريال أو 500 ريال أو أقل أو أكثر. نعم، عشان أثبت حقي، فيكون درهم وقاية. نعم، خير من أن يروح للمحامي ويأخذ مني قنطار علاج. والوقت الذي تستغرقه حتى يثبت حقك، وكذلك ماذا لو أن مالك بين يديك في خلال سنة أو سنتين أو 3، كم العوائد؟ نحن نتحدث غالبا في أمور حسابية قد يستفيد منها القطاع الخاص أكثر من المواطن، وإن كانت الخدمة مقدمة للمواطن ابتداء وللقطاع الخاص وللجميع. الشركات تهتم أكثر. نعم، ومراعاة لظروفهم ومجالس الإدارات، لأن الوكالات مثل هذه الوكالات، عقود الشركات إلى آخره، تستلزم حضور الأشخاص، قد يكون أكثر من شخص، وقد يكون مجلس مديرين إلى آخره. حضورهم في وقت واحد، في وقت دوام الرسمي لدى كاتب العدل،
قد يشق على بعضهم فيجد فرصة أنه يطلب أحد الموثقين، وهذا موجودها في موقع وزارة العدل بوابة الموثقين، يطلب الشخص الموثق القريب منه في خريطة وفي رقم جواله، يتصل به ويتواصل معه في الوقت المناسب للطرفين، يوم جمعة يوم سبت حتى في أوقات الإجازة. الدعم الفني موجود من الشركة مشكورة على طوال ساعات اليوم. جميل، يعني أنا أفهم الآن أن الخدمة هذه خدمة تحفيزية للشركات، خدمة تحفيزية للمواطنين، أنه لا تقعد تقول أنا والله ما أنا فاضي أروح كتابة العدل عشان أوثقها شغلي، لا أنت تبي تكسر على نفسك الوقت وتبي تكسر على نفسك الجهد، تبي حقك يكون مضمون. بإذن الله بإذن الله راح لما الموثق. طيب هذا خليني يعني أسأل، طيب هل الموثقين ذولا منهم؟ الموثقون طبعا في اشتراطات في اللائحة، اشترطت تقريبا 8 اشتراطات. أولا يكون سعودي الجنسية، وثانيا أن يكون سليم الحواس، وثالثا أن يكون غير موظف حكومي، وهذا أمر ضروري طبعا. الأمر الرابع تقريبا أن يكون لم يسبق له الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة. كذلك يعني من الأمور أن يكون، وهذه أهمها، أن يكون يحمل مؤهلا جامعيا في الشريعة والأنظمة أو القضاء. وطبعا نصت اللائحة على دورة تدريبية لمدة شهر لمن لم يكن محاميا أو قاضيا سابقا أو كاتب عدل سابقا. طيب هذا الآن هذا بالنسبة للطالب الترخيص، مباشرة يعطى ولا؟ لا طبعا في مقابلات تعقدها اللجنة وزارة العدل عبر لجان، وهذه منصوص عليها كذلك في اللائحة، تعقد لجان مقابلات شخصية ويتم فيها بعض الأسئلة الشخصية والعلمية، ولها إجراءات إدارية خاصة بمقام الوزارة، ومن ثم تصدر له الرخصة أو يعتذر منه. طيب الترخيص يصدر بقرار من وزير العدل مدة 5 سنوات، تمام، قابل للتجديد. الجميل في الموضوع أن اللائحة من لم يجتاز المقابلة أو لم تصدر له رخصة لم تجعل مثل قرار إدارة المحاماة بأن يتظلم من ذلك، وهذه أمور طبعا تعكس شرف حقيقة العمل. وكما أن لكتاب العدل تعليمات وأنظمة واشتراطات في تعيينهم، كذلك للموثقين، فالأمر جدا مهم وجد خطير. المهم فيه أن حقيقة كتاب العدل الآن، أصحاب الفضيلة كتاب العدل، مناط بهم مسؤولية كبيرة حقيقة، والثقة فيهم من الدولة المباركة كبيرة جدا، لأنهم يتولون كثير من أعمال الناس وأموالهم وحقوقهم. هذا اللي بيخليني أنتقل إلى الصلاحيات اللي عند كاتب العدل أو عند الموثق الآن إيش؟ نعم، طبعا نصت اللائحة على 9 صلاحيات، ابتداء الآن فعل منها 3، الوكالات وفسخها وعقود تأسيس الشركات. كذلك نصت على مثلا إفراغات العقارات، وهذه مرحلة بإذن الله. الآن الموجود الوكالات وفسخها وعقود تأسيس الشركات. أنا عندي وكالة، نعم، لشخص معين من كتابة عدل، أجي ممكن وكيل بموجب وكالة النظام، فتح الآن النظام 4 أيقونات أو 4 خانات، وكيل أصيل، وكيل بموجب وكالة، ووكيل عن مؤسسة وممثل شركة الآن. طبعا ولي على قاصر مثلا أو حارس قضائي إلى الآن، أو هذه لم تفتح ولم تتح إلى الآن، قد تكون في القريب العاجل مسألة تنظيمات إدارية إن شاء الله ترى النور قريبا. كم تستغرق الحين لما أجي أبجي لمك بالمكتب أستاذ نايف وأقول لك سوي لي وكالة؟ تقريبا من يعني لا أبالغ إذا قلت من 4 إلى 6 دقائق تقريبا بعدها، ولكن في مرحلة قبلها حقيقة يجدر الإشارة إليها إن أذنت للدكتور ماجد، وهي حقيقة النظام جدا أمين وفي أيدي أمينة بإذن الله. كذلك الشركة مع وزارة العدل مع الجهات المعنية الأمنية إلى آخره، تضافرت الجهود فأنتجت لنا هذا البرنامج الجميل. ابتداء يفتح النظام بسجل مدني الموثق شخصيا، تمام، وكلمة مرور متفق عليها في النظام ومسجلها خاصة الموثق، خاصة بشخص الموثق، تمام، ليست لأحد الموظفين في المكتب، تمام، مما يستلزم معه الإجراء الوكالة من الموثق شخصيا. ما في أحد في المكتب عفوا ممكن يقوم بهذه المهمة عنك، تمام. نمرة 1. نمرة 2، تصل رسالة جوال وإلى جوال الموثق شخصيا المسجل لدى وزارة العدل.
نمرة ثلاثة البصمة للموثق، بصمة الموثق شخصيا، نعم، ليس فقط رسالة الجوال، يعني عندنا باسورد، نعم، وبعدين رسالة جوال، رسالة وبصمة الموثق شخصيا، تمام. بعد ذلك يفتح لي النظام، يفتح لي نظام الوكالات الآن، ثم بعد ذلك أجري اللازم في الحقول المطلوبة، أولا بيانات الموكل وسجله المدني، تاريخ ميلاده، رقم جواله، بحيث أنه يكون فيه ربط بعدين في مسألة إشعاراته العدلية إلى آخره. طبعا إحنا ما نتعامل إلا مع الشخص اللي معه هوية وطنية، بعض كبار السن لهم حق علينا، ولكن بعض النساء اللي ما عندها بطاقة هوية وطنية مثلا، خاصة من كبيرات السن، لا نستطيع أن نقدم لها الخدمة، لأن لابد البصمة تتعرف عليها في الجهاز. لابد أنه هو عندك لازم يتعرف. طبعا المرحلة الأولى إدخال بياناته، المرحلة الثانية الوكالة المطلوبة داخلية أو خارجية، الشروط اللي موجودة، وهذا قد يجدر التنبيه لها على هامش الموضوع إن أذنت للدكتور ماجد فيما يخص الصلاحيات والخيارات الموجودة. حقيقة هي مقاربة إما كانت طبقا لما هو موجود في موقع وزارة العدل فيما يختص به كتاب العدل أصحاب الفضيلة، في مثلا إذا أخذنا مثال في وكالة المطالبات والمحاكم والدعاوى، مثلا المرافعة والمدافعة، هنا ننبه إلى مسألة الجزئية، مثلا الإقرار، الصلح، الإبراء، التنازل، هي موجودة في النظام، وأنا أجريها للشخص الذي سيقوم بالتوكيل إن رغب في ذلك الموكل، وإن لم يرغب فله الحق في استبعاد جزء من هذه الصلاحيات. بعد ما تنتهي الوكالة تخرج لي في كمسودة يطلع عليها الموكل، إذا اعتمدها تم اعتماد الوكالة. نأتي الآن مرحلة، يعني مرحلة ضمان حقيقة أخرى، وهي مزيد توثيق للأمانة للنظام وللموثق يحمي كذلك، ألا وهي أني أدخل بصمتي مرة أخرى بعد الاعتماد وقبل الطباعة، ورسالة جوال كذلك أخرى، تمام، رقم وبصمة الموكل. فالآن اشتراطات، في البداية بصمة ورسالة، وفي الأخير بصمة ورسالة. بعد كذا لابد أن يسلم الموكل بصحة الوكالة لأنها مرت بطريقة، والموثق كذلك يتحمل المسؤولية كاملة، وأن الشخص الذي هو أمامه يتأكد من حالة المعتبرة شرعا من ناحية صحية وإدراكه ومثل هذه التفاصيل. جميل جدا. بعد ذلك يتم طباعة الوكالة عفوا، ويتم توقيع نسخة منها ضبط كما هو معتاد عند كاتب العدل، ويتم الاحتفاظ بها بحسب توجيهات مقام الوزارة، وتسلم بطريقة نظامية وإدارية معينة، وكذا يكون استلم وكالته، استلم وكالته بعد ختمها من الموثق وتوقيع الموثق عليها، والختم والتوقيع سبق وأن قدمت في البيانات والنماذج المعدة والموافق عليها من قبل وزارة العدل. تمام. أنا عندي الآن تدشين الوزير العدل في أحد القطاعات، نأخذ التقرير. دشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني خدمة موثقة الإلكترونية عبر 279 موثقا مرخصا في جميع أنحاء المملكة، والتي تتيح في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات من خلال مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية وطوال أيام الأسبوع وفق عملية إلكترونية متكاملة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال. وكل هذه التوجهات وتيسير الخدمات بالنسبة للتوثيق وغيره من قطاعات الوزارة تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، الذي يؤكد دائما على تيسير الخدمات وتقديمها بأعلى جودة، ولا سيما الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر. تعد خدمة الموثق إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. يذكر أن وزارة العدل عقدت 8 ورش عمل في عدة مدن في المملكة، وتمت دعوة 100 الموثقين الحاصلين على رخصة التوثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة،
وتسعى الوزارة في المرحلة المقبلة من المشروع إضافة اختصاصات جديدة للموثقين، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من خدمة الموثق. مستمرين معكم في برنامجكم برنامج المستشار، حديثنا هذه الليلة عن أعمال التوثيق مع سعادة المحامي الأستاذ نايف المحارب. أستاذ نايف، نتكلم عن الصلاحيات للموثق، إيش اللي له؟ إيش الأشياء اللي ممكن الآن تقول عندنا وكالات وفسخها وعقود شركات أو عقود تأسيس شركات؟ نعم، التعديلات في الشركات ما عندكم؟ نعم، والملاحق عليها، والملاحق من أصحاب من ذوي الصلاحية. نعم. وكذلك في الإقرارات فيما يخص المال المنقول والعقارات وإفراغها، وفي قيد جميل هذا من وزارة هذا العدل. الآن الإقرارات متاحة ولا تو؟ لا، غير متاحة الآن. نعم. المتاح فقط من التسعة الوكالات وفسخها وما يخص عقود تأسيس الشركات وتوثيقها والملاحق والتعديل عليها، هذه الجزئية أو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ممكن متى تجي؟ والله نترقب خيرا إن شاء الله من وزارة العدل، مشكورة بأن يتم تفعيلها عاجلا حقيقة، لما نشاهده في الواقع من أهميتها، مع بالغ احترامنا لمسألة ربطها مع الشركة المشغلة والنماذج، لأن هنا حقيقة قد يعذر كذلك فيها مقام الوزارة لضبطها أولا، وثانيا الشركة المشغلة كذلك للنماذج المعدة، لأن أمر مهم في اللائحة أن لا يصدر من الموثق شيء من أعمال التوثيق إلا وفق نماذج محددة ومعتبرة ليتم يعني حجيتها. طيب، والاستناد عليها نظاما. جميل. أنا مع على ذكر الوزارة، أنا معي مدير إدارة التوثيق سعادة الأستاذ منصور الأحمد. أهلا وسهلا فيك أستاذ منصور. أهلا بكم وسهلا، وأرحب بك وبضيفك الكريم. أستاذ منصور، وزارة العدل دشنت المبادرة هذه، والمبادرة اللي نعتبرها جميلة ستضفي على الأمور القانونية شيء كثير، وستنقل التجارة، ستنقل التعاملات التجارية والتعاملات بين المواطنين إلى أمد أفضل مما كنا نتوقعه. ما هي هذه المبادرة؟ طبعا تعتبر مبادرة خصخصة أعمال التوثيق، هي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل خلال الشهر الماضي برعاية معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ضمن برنامج التحول الوطني 2020. وقد بدأت أعمال الموثقين في مرحلتها الأولى إصدار الوكالات بجميع أنواعها وفسخ الوكالات، وكذلك توثيق عقود تأسيس الشركات من خلال 766 موثق معتمد لدى الوزارة على مستوى المملكة. كلهم شغالين الآن 766 أستاذ منصور؟ حاليا على نظام إلكتروني 400 موثق حاليا، ونترقب الدخول البقية خلال الأيام القادمة بإذن الله. وراهم متأخرين ما دخلوا؟ مجرد استكمال الإجراءات، وطبعا هو لابد يكون المتقدم يوقع اتفاقية لدى الشركة المشغلة، فإن شاء الله العدد يزداد خلال الأيام القادمة بإذن الله. بالنسبة للشروع الحصول على الرخصة، كيف الحصول على رخصة الموثق أستاذ منصور؟ طبعا الحصول على الرخصة يتم التقديم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، حيث راعينا في ذلك عدم حضور متقدم للإدارة. بلغ عدد المتقدمين منذ بدء استقبال الطلبات 3576 متقدم، وتخضع جميع تلك الطلبات للدراسة من قبل لجان متخصصة تتولى تطبيق الشروط والمعايير اللازمة للحصول على الترخيص. يعني عندنا 3576 متقدم وعندنا 766. 3576 متقدم منذ بدء الاستقبال الطلبة. بإذن الله عنه ما تنام بجهودكم إن شاء الله وتكاتف الجهود، هل تتوقع أنه قريبا يعني يبذل الموضوع أو سيفتح، يعني سيتم استقبال هذا العدد الجيد؟ طبعا العدد الحالي الان 766 هذول من استلموا التراخيص، لدينا طبعا 760 متقدم سيتم الحاقهم بدورات تدريبيه تؤهلهم لاكتساب الخبرات الكافيه لممارسه عمل التوثيق،
كذلك لدينا الآن حالياً 230 متقدم سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم خلال الشهر هذا والشهر القادم. خلال الشهرين القادمة سوف يزداد العدد، متوقع إلى 1000 تقريباً متقدم. بالنسبة لتدريب المتقدمين أن ذكرته أستاذ منصور، إيش آلية التدريب اللي أنتم تعطونهم إياه؟ آلية التدريب طبعاً سيخضعون إلى دورة تدريبية متخصصة في أعمال التوثيق لمدة شهر مكثفة. بعد الدورة هذه إذا اجتاز الدورة التدريبية يخضع للمقابلة الشخصية ويتم ترخيصه مباشرة. مجانية الدورة ولا برسوم؟ هذا يخضع لسياسة الجهة اللي سوف تقوم بالتدريب حاليا. جميل، عطني بالمختصر ما هدف المشروع ككل؟ طبعا هدف المشروع سعت الوزارة العدل للمساعدة خصفة أعمال التوثيق، إشراك القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وكذلك تخفيف الأعباء على كتابات العدل، وأيضا تيسير وسرعة الحصول على الخدمة للمواطن والمقيم خلال 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع. ما شاء الله. طبعا بلغ عدد ما تم توثيقه من وكالات لدى الموثقين حتى الآن 1137 وكالة معتمدة. ما شاء الله. منذ أن تم إطلاق المشروع. ما شاء الله، عدد كبير وشيء جيد. أنتم تتدخلون بالقروش أستاذ منصور ولا ما لكم دخل؟ لا هذا طبعا خاص بالشركة المشغلة، هي لها علاقة بالموضوع. جميل. طيب في سؤال مهم وطرح علي بس خليني أسألك إياه. الموثقات الزميلات المحاميات الآن يقولون في بيفتح لنا أو في أمل أو بيكون في موثقات ولا الموضوع قيد الدراسة؟ طبعا التقديم الإلكتروني مفتوح للجميع، وحاليا لدينا ما يقارب 40 متقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني. بس 40؟ أي نعم، حاليا نتقدم للخدمة 40 متقدمة، ولكن الإدارة الآن ساعية لإنهاء الإجراءات في الوقت المناسب وليس حاليا لأن بدأنا بالطلبات الرجالية وبدأنا المشروع. في المستقبل في الوقت المناسب سيتم النظر في هذا الموضوع. يعني إن شاء الله نقول نوعدهم خير، إنه إن شاء الله الوزارة بتفتح الموضوع مستقبلا، يكون في موثقات سيدات ويكون لهم مكاتب. والله هذا يخضع للاشتراطات والشروط والتوجيهات اللي سوف تصدر لهذا الموقف. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك أستاذ منصور الأحمد مدير إدارة التوثيق، وشكرا على مداخلتك القيمة، الله يسعدك. شكرا لكم. أهلا وسهلا. أستاذ نايف، الموثقات بيزعلون، لكن نقول إن شاء الله أن النبور زين، إذا في 40 أجل قد من، وإن شاء الله التباشير بخير. صلاحيات، برجع للصلاحيات اللي احنا نتكلم عنها. صلاحيات مثلا تقول لي الكفالات، الإقرار بالمبالغ المالية، تأجير العقارات والمنقولات. تأجير العقارات عندكم؟ طبعا كانت صلاحية موجودة الآن في اللائحة، لم نباشرها، أعيد مرة لكن مستقبلا تباشرون، ولكن إن شاء الله بإذن الله الصلاحيات هذه كلها مع مقام وزارة العدل سيتم الترتيب لها والإطلاق، قد يكون على مرحلة ثانية أو ثالثة أو قد تكون مرحلة أخيرة. المهم فيها زي ما تفضلت مسألة العقارات. الآن العقارات بالتوضيح المشاهد الكريم تتم الإفراغات عن طريق كتابة العدل الأولى فقط، وقد يعني في حالات جزئية أو نادرة عن طريق المحاكم. إفراغ العقارات ونقل ملكية الصكوك الآن في نظام شامل موجود لدى وزارة العدل. النظام القديم، النظام اليدوي، أدخلت في السجلات الآن وسرعت وسهلت ويسرت عملية الإفراغ، مما يعكس على اهتمام مقام وزارة العدل بهذه الثروة العقارية الضخمة في البلد، وهي طبعا كل إنسان يتمنى أن يعني يملك شيئا من ذلك، أو كذلك المواطنين مسألة الإسكان إلى آخره. فيما يخص الصلاحيات الإفراغ، وكذلك فيما يخص في جانب العقارات تأجير العقارات، كثير من المشاكل ولا يخفى على شريف علمك دكتور ماجد في قضايا في المحاكم، قضايا الإخلاء وقضايا مطالبة بالأجرة، وتعج بها المحاكم حقيقة، وتزاحم كثير من القضايا التي قد تكون أكثر أهمية لدى أصحاب القضية، وهي فقط تحتاج تنظيم بسيط. فالآن إذا تم عقد إيجار العقار عن طريق الموثق فكان له قوة وحجية السند التنفيذي مباشرة. معناتها كذلك نرجع للمربع الأول بداية الحلقة ونقول إن هذه من الآثار وإيجابيات وميزات هذا البرنامج المبارك، برنامج التوثيق ومشروعه،
بأن ينقله كذلك في مساء. كثير من مشاكل قضايا المستأجر الآن سيتم حلها بإذن الله وتجاوز المرحلة الأولى مرحلة المحكمة والأمد إلى آخره. جميل. وطبعا الآن في موضوع آخر فيما يخص الإفراغات وآلية الموجودة منصوص عليها في اللائحة ونقول أنها لم تطبق إلى الآن. فيما يخص كتابات العدل المادة الثانية نصت على أن يقتصر توثيق الموثق للمبايع ويضبطها ثم ينتقل الطرفان إلى كتابة العدل المختصة. ليش يجي لمكم؟ طبعا هو يجي عشان يسجل المبايعة وتتم المبايعة وتضبط مسألة استخراج الصك واستكماله تكون المرحلة. طبعا هذا مزيد عناية من مقام وزارة العدل تفاديا لبعض الاشكالات التي قد تكون في السوق. عشان الكتابات اللي كانت في المكاتب العقار تروح. انا معي بس ان اذنت لي تقرير بسيط عن التوثيق. عقد شركتك يحتاج توثيق أو تبي تصدر وكالة وتوثقها؟ تعرف على خدمة الموثق من وزارة العدل واللي تتيح لك توثيق عقد شركتك واصدار وكالتك وتوثيقها من خلال الموثقين المرخصين المتواجدين في أنحاء المملكة. كل ما عليك هو زيارة رابط الخدمة والتواصل مع أقرب موثق مرخص لك دون الحاجة لزيارة كاتب العدل. وثق بسهولة. موثق.sa. أهلا بكم من جديد في برنامجكم برنامج المستشار. حديثنا مستمر عن أعمال التوثيق. يقودني السؤال أستاذ نايف عن من هو اللي يراقب هذه المستندات الرسمية اللي تعتبر حجيتها حجية الصكوك القضائية. نعم، طبعا اللائحة ما أغفلت هذا الجانب وهو جانب مهم، وهذا يدل على عناية وزارة العدل بالمشروع من جميع جوانبه. ثمة تراتيب نظامية وإدارية جميلة واضحة في اللائحة نصت عليها المواد السادسة والسابعة إلى آخره فيما يخص المراقبة والتفتيش على أعمال الموثقين ورفع التقارير الدورية نصف سنوية. كذلك نصت اللائحة على أن المخالفات التي قد تصدر من الموثقين في بعض الأعمال والممارسات لوكالة الوزارة شؤون التوثيق ولجنة كتاب العدل وكتابات العدل ممارسة رقابة وتفتيش على مثل هذه الأمور والرفع بها. ثمة أمور قد تصل إلى في حال وجود مخالفات أو نحو ذلك إلى ثلاثة أمور. أولا العقوبات قد تكون الإنذار وبحسب تقدير اللجنة المختصة والإيقاف لمدة 3 سنوات أو سحب الرخصة. هذه الأمور الثلاثة بعد الرفع إلى مقام وزير العدل. لكن هي مراقبة من حيث السيستم والنظام. طبعا نظام إلكتروني متين وجيد ولا يصح أن يتم أي عمل للموثق خارج النظام. لا يعني يصح، لا يوجد أوراق عادية أو يطبعها، ما في، كله نماذج محددة، كله بالكمبيوتر، كله بالكمبيوتر. وزي ما تفضلنا وتفضلت في البداية وتكلمنا في البداية عن مسألة مهمة وهي مسألة الدخول والخروج وضمان أن الشخص الموثق هو من قام بالعملية ويتحمل مسؤوليتها. جميل. أنا الحين لما أبي الحين أنا قررت أصير موثق أو أني أجي أدور وكالة. نعم. وين بلقى نايف مثلا كموثق الآن؟ طبعا نايف موجود له مقر وهذه نصت عليه اللائحة أن يتخذ عنوانا دائما. نايف له مكتب في الرياض والزملاء كذلك موجودين سواء في الرياض أو خارج الرياض في مناطق ومدن المملكة. يعني فقط أبحث في موقع الموثقين. نعم. أقرب واحد أو مثلا أبحث. نعم. بالاسم ويجد نفسه. مثلا لو كتبت الآن نايف المحارب مباشرة سيطلع جواله وموقع مكتبه في شمال الرياض في كذا، يتجه له مباشرة أو يتواصل معه يطلبه يحضر لديه مثلا في شركته. جميل. أو في منزله. بالغ الشكر والامتنان لضيفي الكريم الأستاذ نايف المحارب. شكرا لكم، شكرا للزملاء خلف الشاشة، وإلى اللقاء في حلقتنا القادمة بإذن الله عن السلامة القانونية في أعمال التاجر الاثنين القادم. تصبحون على خير.